مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار السلام مع ما يستجد من مساعي للسلام حول العالم، نستهلها بأبرز العناوين. الكويت تدين اختطاف ميليشيا الحوثي للسفينة الإماراتية. غوتيريش يدعو الأطراف السودانية للحوار بعد استقالة حمدوك. مجلس السيادة السوداني يبحث تشكيل حكومة كفاءات. الرئيس الليتواني يدرس إنهاء حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا. رئيس وزراء هايتي يندد بمحاولة اغتياله خلال الاحتفالات بذكرى استقلال البلاد. كانت هذه عناوين النشرة، إلى تفاصيلها أهلا بكم. أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاختطاف ميليشيا الحوثي سفينة شحن تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها لنقل المعدات الخاصة بتشغيل مستشفى ميداني في جزيرة سقطرة إلى مدينة جازان في المملكة العربية السعودية. أوضحت الوزارة أن هذا العمل الإجرامي الآثم يأتي إمعانا من ميليشيا الحوثي في انتهاك قواعد القانون الدولي وتهديدا خطيرا لخطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن لوقف هذه الممارسات الخطيرة لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين ولحركة التجارة العالمية وخطوط إمدادها الملاحية. حول ملف السلام في السودان، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أسفه لنقص الفهم السياسي للمضي قدما في السودان بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. كما دعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية لمواصلة الحوار الموجه نحو التوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم. آمال السودانيين مشاهدين في انتقال يؤدي إلى التحرر الديمقراطي أمر بالغ الأهمية، والأمم المتحدة على استعداد لدعم هذه الجهود. وندد غوتيريش بالعنف ضد المتظاهرين ودعا قوات الأمن في السودان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والوفاء بالالتزامات لدعم الحق في حرية التجمع والتعبير. في الشأن نفسه، نبقى مشاهدينا الكرام دائما، ناقش مجلس السيادة الانتقالي في السودان إمكانية تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كما شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محدودة بتوافق جميع السودانيين وتعهد بحماية الثورة وتحقيق أهدافها. كما قدم البرهان خلال الاجتماع مع كبار الضباط شرحا بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة وتشكيل لجنة تنظر في تشكيلها، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار، مع ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات من دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت وأيضا الاتصالات. هذا وعبر البرهان عن امتعاضه لسقوط قتلى في المظاهرات. إلى ملف اللاجئين، أكد رئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا أنه يدرس رفع حالة الطوارئ المفروضة على طول الحدود مع بيلاروسيا بسبب أزمة المهاجرين التي تم حلها في الوقت الحالي، وأنه من المنطقي التفكير في رفع حالة الطوارئ والتي يمكن إعادة فرضها إذا تصاعد الموقف مرة أخرى. الجدير بالذكر أنه تم إعلان حالة الطوارئ على حدود بيلاروسيا في 10 نوفمبر من العام الماضي لمواجهة أزمة المهاجرين، ثم تم تمديدها حتى يوم 14 من شهر يناير الجاري، بعد أن عبر أكثر من 4200 مهاجر غير شرعي إلى ليتوانيا من بيلاروسيا عبروا إلى هناك حتى الآن. وتتهم ليتوانيا والدول الغربية نظام مينسك بتدبير تدفق المهاجرين غير المسبوق، ووصفته بأنه عدوان هجين على حد تعبيرها. حول ملف الأزمة في هايتي، ندد رئيس وزراء هايتي أرييل هنري بمحاولة اغتياله خلال احتفالات العيد الوطني للبلاد في مدينة جونايف شمالي البلاد. وأوضح رئيس الحكومة الهايتية أنه شعر بأن هناك شيئا يخطط ضده بعدما
وقعت اشتباكات اندلعت بين الشرطة وجماعات مسلحة خلال احتفالات اليوم الوطني في جنيفس الشمالية على بعد 150 كيلومتر شمالي العاصمة، مما اضطر هنري والوفد المرافق له إلى الفرار ومغادرة كنيسة سان شارل دي بورمي بعد سماع دوي طلقات نارية في مكان قريب، حيث قام الحراس بنقل رئيس الوزراء على الفور إلى مكان آمن. الجدير بالذكر أن الوضع الأمني والإنساني تدهور في هايتي عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وبعد زلزال أغسطس الذي أودى بحياة آلاف من الكثيرين من الأشخاص. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السلام لهذا اليوم، على أمل في سلام شامل ودائم يعم عالمنا الذي يستحق الأفضل. إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية.